وصباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب انتوا كنتوا بتشوفونا فيه. والنهارده جايب لكم فيديو جديد. زي ما شفنا طبعا في الفيديو الشورتس اللي نزلته او الفيديو اللي فات ازاي نحسب طبعا الامبير، وعندنا طبعا 1 مللي بيكون 5 امبير، 1.5 بيكون 7.5 امبير، ال 2 مللي بيكون 10 امبير. في الفيديو بتاع النهارده هنعرف ازاي نحسب الوات على الفولت بيدينا الامبير، وازاي نعرف الحاجات دي كلها عمليات حسابيه. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تكونوا بالاعجاب بالفيديو واشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس لتصل كل جديد. ولو في اي سؤال او في اي استفسار ممكن تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، هتكون موجوده في الوصف تحت، ممكن تتواصل معايا من خلال التعليقات. وعشان ما نضيعش وقت كتير ندخل في الفيديو على طول. طبعا كلام علمي وعمليات حسابيه كده نبقى عارفينها، ان الوات على الفولت بيساوي الامبير بتاعنا، والحصان بتاعنا بيبقى 746 وات. يعني لو عندنا مثلا 1.5 حصان بنشوف طبعا الواحد ونص، عندنا زي ما قلنا الحصان 746 والنص، يعني هنجمع الاثنين مع بعض هيبقى 1119 واط. هيبقى ال 1119 واط ديت على ال 220 بنشوف هتدينا 5.8، يعني احنا كده عايزين قاطع بيكون 10 امبير. طيب هنجيب ال 10 ديت نقسمها على الاثنين، هتكون 2 مللي، يعني قطع السلك بتاعنا المفروض بنستخدمه هيكون 2 مللي، بس الافضل طبعا عشان بعد المسافه طبعا بنعمل انخفاض في الجهد. بالشكل ده كده انت بتعرف ازاي تعمل العمليه الحسابيه بتاعتك، بتقسم الوات على الفولت بيديك الامبير. شوف الحصان بتاعك زي ما قلنا طبعا 746، ده كده بالنسبه لاي حاجه لو هتحسبها بالحصان. ده الطريقه العمليه هتكون سهله معاك، وان شاء الله هيكون زي ما قلنا هيكون في السلسله كامله. السلسله دي هتكون اسمها الاحمال، هتبقى موجوده طبعا لو حابب تدخلها ان شاء الله هنعمل فيديوهات ثانيه كتير. ما تنساش طبعا تقول لنا رايك، لو في اي طبعا حاجه عايز تناقشنا فيها تنساش تسيبها لنا في التعليقات تحت، ممكن تتواصل على صفحتنا على الفيسبوك. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو في اي سؤال او في اي استفسار تواصل معانا. سلام.